هلا وصلنا للختام وبقولوا ختامها مسك. انا رح اقول ختامها مسك وعنبر مع فيلم اسمه ساعة التحرير دقت للمخرجة هيني سرور. بدي ادعي الدكتور فواز طرابلسي، لانه مين احسن من دكتور فواز طرابلسي يحكي عن مخرجة رائدة بالسينما اللبنانية، وهي اول مخرجة لبنانية وعربية بشارك فيلمها بمهرجان كان بالسيليكسيون اوفيسيال. شكرا لمهرجان الفيلم اللبناني، شكرا لنادي كل الناس. انا موجود هون بصفتي رحت على نفس المحل اللي تمثل فيه الفيلم ببعثة كان غرضها تبين تورط بريطانيا بحرب ضد ثوار عم يحاولوا يحرروا بلدهم من الاحتلال ومن سلطان غاشم قمعي. هاي اسمها يعني ثورة ظفار، وهي المحافظات الجنوبية من سلطنة عمان. ويعني يسرني أني كنت سهلت زيارة هاني. وأنا هون بالأول لأقول لوجه الشكر والتقدير لهاني، لأني مش بس وكبت الفترة الأولى لفترة التصوير، بالمناسبة السوار عملوا لها تفنجي بأنه عملوا معركة خصوصية لتصورهم، قاموا هوديكي ردوا عليهم وكان رح تروح فيها هيني. الحمد لله بحيا بعدها عنا. إنما للجهد اللي بذلته مش بس بالتعريف بهالثورة، بس بما هي سينمائية، بما هي يعني تسجيلية، وللجهد نحن عم نحكي عن 48 سنة، للجهد اللي واكبت فيه فيلمها ورجعت رممته. بريد أشكر وفا حلاوي كارول مزهر وريتا بسيل يلي استعبدتني استعبدتني في أول نهار وصلت 8 مقابلات، يعني هيدا استعباد. لا ريتا صراحة شكرا. وبريد أشكر، هالفيلم أخذ 10 سنوات من عمري، 6 سنوات لانتجوا وللاقي الفلوس وانتجوا واخرجوا ووزعوا، وبعدين 4 سنوات للترميم. بشكر هون السينماتيك فرانسيز والمتحف السينما الفرنسي والسي ان سي لو سنتر ناسيونال دو سينما، بدونهم هالفيلم كان اصبح خل. انا ما رحت مدرسه سينما واكتشفت انه اذا فيلم ما بيترمم وترمم هلا حيبقى 500 سنه الا اذا صار في محرقه نوويه على كل هالكره، ما حدا بيعرف. في كتير مجانين يعني. مجهودي كان راح على الفاضي لو ما في ناس شجعان مثل نادي لكل الناس، نجا الأشقر، ليانا قصير، لأن صراحة بدونهم هالأفلام ما بتوصل على الجمهور. وهلأ بدي أقولكم شغلة، مش حتشوفوا فيلم تقدمي، حتشوفوا فيلم نضالي. الناس تطلع من السينما وترجع بأدوية، الناس تطلع من السينما وترجع بتبرعات. هالفيلم جمع طنات أدوية ويعني آلاف الدولارات والدتش مارك والباوند والهيدا والفرنجيت تبرعات. بريد لكم إنه الشخص يلي أسس السينما النضالية هو إنسان أرجنتيني اسمه فرناندو سولاناس، عمل فيلم لورا دي لوس أورنوس، أول مشهد لأورا دي لوس أورنوس بيقول كل مشاهد خائن، بما معنى ما جينا على السينما لحتى نشاهد التاريخ، جينا على السينما لحتى نصنع التاريخ وندفش إلى الأمام
عجلة التاريخ. فإذا ما جايين لحتى تدفشوا إلى الأمام عجلة التاريخ، طلعوا برا.